بهني زملائنا في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وبهني معالي الوزير ونائب الوزير، وبهني مصر كلها بيها، ان الهيئه نجحت السنه دي كمان انها تسجل منشات خاليه ومعزوله من البروسيلا والتي بي اللي هو السل في الماشيه، ودي حاجه محترمه جدا جدا جدا. الحمد لله الجهود المبذوله الحقيقه يعني مخلصه، واحنا بنحاول كلنا في كل قطاعات الطب البيطري اللي انا مطلع عليه حاليا من خلال شغلي، لا احنا كلنا بنحاول نحسن ونطور ونصل، يعني النجاح بيفرح وبيطمعنا في مزيد من الانجازات والنجاحات، فاحنا شغالين على الاهداف دي. ودي اهداف وطنيه من المقام الاول، لان انت لما بتتكلم على تنميه الثروه الحيوانيه والحفاظ على صحه المواطن، انت 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 بتهتم بصوره مصر في الاول، بلدك بلد متقدمه. يعني انت بعد ما تكون ممنوع مثلا من تصدير منتج معين اللي هو الدواجن، لا انا صنع في مصر بيتصدر ايا كان هذا المنتج، انت قادر على التغلب على تحديات كثيره جدا.